يا طلاب لأبحث في التمارين أو في التمرينات في الصفحة 132 تمارين بحث المقاربات للخطوط البياني. لدي السؤال الأول، يقول السؤال الأول ليكن لدي سي، هذا السؤال الأول ليكن لدينا سي الخط البياني للدالة اف المعرف على المجال من الصفر المفتوح حتى الزائد لا نهائي بالعلاقة اف اكس التي تساوي اكس زائد 2 على جذر اكس ناقص 4. اثبت ان المستقيم دلتا نقطتين واي يساوي اكس ناقص 4 مقارب للخط سي، ثم ادرس الوضع النسبي للخط سي مع المقارب دلتا. ما قال لي في جوار مين؟ اثبت ان المستقيم مقارب مائل. من اين بدي اجيب الجوار؟ من دي اف. مجموع التعريف. احسنتي. الحل، لاحظ هذه الدالة معرفة على المجال من الصفر المفتوح حتى الزائد لا نهائي، سبب ذلك جذر تربيعي في المقام. الجذر التربيعي معرف لما يكون ما داخله أكبر أو يساوي، ولكن لأنه موجود في المقام راح نقصه أكبر، يعني بدي استثني الصفر، دي اف من الصفر المفتوح حتى الزائد لا نهائي. اثبت المقارب المائل في جوار الزائد لا نهائي، ما عندي ناقص لا نهائي. مجموعة التعريف بتملي علي زائد لا نهائي، لذلك اقول حتى يكون المستقيم دلتا نقطتين ويساوي اكس ناقص 4 مقارب مائل خط سي في جوار الزائد لا نهائي، يجب ان يتحقق نهاية في اكس ناقص واي لما اكس تسعى للزائد لا نهائي يساوي الصفر. لاحظ عيني راح اعوض مشان اوجد عباره اف الاكس ناقص واي، اف الاكس ناقص واي، اف الاكس هي اكس زائد 2 على جذر الاكس ناقص 4 ناقص الواي ناقص الاكس ناقص 4، دخل الناقص على القوس بدها تصير معك ناقص اكس زائد 4، راحت الاكس مع الناقص اكس وراحت الناقص 4 مع الزائد 4 هون، لأنه هي ناقص الناقص، أليس كذلك؟ بقيت عندي عبارة اف الإكس ناقص واي هي مين؟ 2 على جذر. هلا راح أوجد عبارة اف الإكس ناقص واي، نهاية اف الإكس ناقص واي لما إكس تسعى على الزائد لا نهائي هي نهاية 2 على جذر الإكس لما إكس على الزائد لا نهائي، 2 على جذر الزائد لا نهائي كم يساوي طلاب؟ زائد لا نهائي، يعني 2 على زائد لا نهائي كم تساوي؟ صفر. احسنتم، اذا قيمه النهايه صفر، وعليه يكون دلتا نقطتين واي يساوي اكس ناقص 4 مقارب مائل الخط سي في جوار الزائد ما لا نهائي. الوضع النسبي، لدراسه الوضع النسبي ندرس اشاره اف الاكس ناقص واي مثل ما تعلمنا، اف الاكس ناقص واي هو 2 على جذر الاكس. بدنا ندرس اشارته اف الاكس ناقص واي بتنعدم؟ ما بتنعدم، لا تنعدم، لا تنعدم، لان البسط ثابت وموجب كمان. انظروا طلاب اف الاكس ناقص واي طلاب هي 2 على جذر الاكس، البسط موجب دوما، والمقام شو المقام؟ ايضا كمان موجب بسبب الجذر التربيعي. الجذر التربيعي اتفقنا يوما ما انه جذر الاكس معرف على الموجب وبياخذ قيمه على الموجب، اليس كذلك؟ اذا البسط موجب والمقام موجب، فهو موجب دوما، يعني اف الاكس ناقص واي ما في داعي اني احكي في اشارته كثير، هذا موجب دوما. من الواضح ان اف الاكس ناقص واي لا ينعدم وهو موجب دوما، لان البسط والمقامين موجبين دوما، وبالتالي سي فوق دلتا على المجال من الصفر المفتوح حتى الزائد ما لا نهائي. هل ثلاث كلمات في هذا المثال تغنيني عن الجدول؟ ما في مانع ان رسمت جدول الوضع النسبي، لو ما رسمته هون وكتبت هالثلاث كلمات هدول تغنيني عن الجدول، اف الاكس ناقص واي وهون الوضع النسبي من الصفر حتى الزائد لا نهائي، طبعا هذا موجب ولا ينعدم، وسي فوق دلتا. واضح طلاب؟ واضح حل هذا المثال؟ نعم استاذ. نعم طلاب، الان نختم جلستنا بالسؤال الثاني.
انظر السؤال الثاني في الصفحة 132، يقول السؤال الثاني: ليكن لدينا سي واحد الخط البياني للدالة اف واحد المعرف على ار فرق الناقص واحد بالعلاقة اف واحد اكس التي تساوي 2 اكس ناقص واحد زاد 2 على اكس زائد واحد. مباشرة قد أثبت أن المستقيم دلتا الذي معادلته دلتا لقطين واي يساوي 2 اكس ناقص واحد مقارب مائل للخط سي واحد واحد عند الزائد والناقص لا نهاية، ثم دروس الوضع النسبي للخط سي واحد مع المقارب دلتا. واضح؟ في الكتاب موجود خطين ومتشابهين، نكتفي بخط واحد مع دالته. إذن سي واحد الخط البياني للدالة اف واحد المعرف على ار فرق الناقص واحد بالعلاقة اف واحد اكس تساوي 2 اكس ناقص واحد زائد 2 على اكس زائد واحد. أثبت أن المستقيم دلتا لقطين ويساوي 2 اكس ناقص واحد مقارب لكل من الخطين سي واحد وسي 2 طبعا مقارب مائل عند الزائد والناقص صانع، ثم درس الوضع النسبي. لاحظ طلاب هذه الدالة متى تكون معرفة؟ المقام ينعدم عند الناقص واحد، معناته دي اف هي ار فرق الناقص واحد اللي هي من ناقص لا نهاية للناقص واحد، اجتماع من ناقص واحد حتى الزائد لا نهاية. اقول حتى يكون المستقيم دلتا نقطتين واي يساوي 2 اكس ناقص واحد مقارب مائل للخط سي واحد في جوار الزائد والناقص لا نهاية. طبعا في هذا السؤال طلبوا مني بشكل صريح في نص السؤال ان ما طلب الجوارات اوجدها من مجموعة التعريف، يجب ان يتحقق نهاية اف الاكس ناقص واي لما اكس على الزائد وناقص على النهاية يساوي الصفر، اف الاكس ناقص واي وعوض هاي اف الاكس وهاي الواي. لاحظ اف الاكس ناقص واي عبارة اف الاكس هي 2 اكس ناقص واحد زاد 2 على اكس زائد واحد ناقص عبارة الواي هي 2 اكس ناقص واحد، دخل الناقص على القوس ناقص 2 اكس زائد واحد، ناقص 2 اكس راحت مع 2 اكس يعني هون هي، والناقص واحد راحت مع الزائد واحد. اف الاكس ناقص واي هي عبارة راح تكون 2 على اكس زائد واحد، راح اوجد نهاية عند الزائد لا نهاية على حدة، اوجدها عند الناقص لا نهاية على حدة، عند الزائد لا نهاية نهاية اف الاكس ناقص واي لما اكس على الزائد لا نهاية هي نهاية 2 على اكس زائد واحد، لما اكس على الزائد لا نهاية عوض 2 على زائد لا نهاية عدد على نهاية صفر، وعليه دلتا لقطين واي يساوي 2 اكس ناقص واحد مقارب مائل خط سي في جوار الزائد لا نهاية عند الناقص لا نهاية نهاية اف الاكس ناقص واي لما اكس تسعى للناقص لا نهاية، هاي هي عبارة اف الاكس ناقص واي نهاية 2 على اكس زائد واحد لما اكس على الناقص لا نهاية والتي تساوي عدد على نهاية ايضا صفر، ومنه المستقيم دلتا لقطين واي يساوي 2 اكس ناقص واحد مقارب مائل خط سي في جوار الناقص لا نهاية. يعني هلق المستقيم صار مقارب الخط عند الزائد لا نهاية وعند الناقص لا نهاية. الوضع النسبي أدرس إشارة اف الاكس ناقص واي، اف الاكس ناقص واي هي 2 على اكس زائد 1، اف الاكس ناقص واي لا ينعدم، هذا الكلام عدناه كثير صار، لا ينعدم لأن البسط الثابت موجب والمقام وإشارته راح تكون حصريا من إشارة المقام. تماما بدرس إشارة المقام، لا مو شرط تكون موجبة. إكس هون إكس زائد واحد من ناقص لا نهاية حتى الزائد لا نهاية، خليك معي، بيساوي الصفر عند الناقص واحد قبل سالب وبعد موجب، قبل يخاف شرط أمثال إكس وبعد يوافق. هاي إكس وهاي إف الإكس ناقص واي وهاي الوضع النسبة من ناقص لا نهاية حتى الزائد لا نهاية. غير إشارته عند الناقص واحد، النقطة ناقص واحد تعدم البسط أم تعدم المقام طلاب؟ تعدم المقام. معناته الكسر عند الناقص واحد يكون غير معرف. غير معرف. رائع، قبل سالب بعد موجب، على المجال من ناقص لا ناقص واحد سي تحت دلتا، على المجال من ناقص واحد زائد لا نهاية. ناقص واحد زائد لا نهاية سي فوق دلتا. رائع، يكون سي فوق دلتا. إذا واضح طلاب؟ واضح؟ نعم استاذ.